تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. نعرف عقوبات كثيرة تتعلق بالعلاقة مع الحكام، مثلا إذا حدا شتم الحكم أو آذاه فعقوبة الطرد، وكثرة الاحتجاجات على قرارات الحكم يعني بطاقة صفراء. لكن الآن بات في حكم مهم جدا مش موجود في أرض الملعب، حكم قاعد في غرفة بيشوف مقاطع فيديو اللي احنا بنسميه الفار. فشو عقوبة محاولة اقتحام هذه الغرفة اللي فيها الحكام؟ ولازم اوضح في البداية انه تقريبا معظم الملاعب اللي في العالم غرفة الفار مش موجودة حاليا في الملعب، لانه هاي امور ما كان مخطط لها منذ بدايتها. مثلا في انجلترا اقرب غرفة تبعد عن الملعب 13 ميل، يعني مسافة بعيدة، لكن رغم ذلك حنلقى في قانون بتحدث عن عقوبة اللاعب اللي بيحاول يقتحم غرفة الفار، أو ما تسمى هذه الغرفة تسمى VOR، يعني Video Operations Room. موقع Give Me Sport الإنجليزي كان يوما ما نشر تقرير عن قوانين إنجلترا الغريبة، وواحدة منها حسب رأيه أنه في البريمير ليج رغم أنه المسافة كبيرة بين أي غرفة والملعب، فإنه أي لاعب أو إداري بيحاول يدخل غرفة الفار راح يتم طرده مباشرة، والإداريين لو طردوا بهذه الطريقة ربما يتم حرمانهم لفترة أطول. للحظتها كان الجميع يعتقد أنه القانون يعني غريب من إنجلترا وتعقيدات، لكن أنا رحت وتأكدت من موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجدت فعلا نفس العقوبة، أنه أي لاعب أو إداري بيدخل غرفة الفار حيتم طرده فورا، واللاعب اللي بوقف في مساحة مراجعة اللقطة داخل الملعب اللي هي بتكون الحكم الأساسي في الملعب هذا بيتم إعطائه بطاقة صفراء. وهالشي طلع فعلا موجود في قوانين فيفا نفسها، أي لاعب يدخل غرفة مراجعة الفار أو غرفة عمليات الفار لازم ينطرد، وأي لاعب بدخل مساحة الحكم للمراجعة بياخد بطاقة صفراء. يعني القانون اللي اعتقدوا الإنجليز لوهله إنه تعقيد مبالغ فيه من اتحادهم ما طلع هيك، هم طلعوا ببساطة ملتزمين بالقانون. هذه الغرفة اللي في كلام الآن إنه بعض الدول بلشت تبني مباني أو تجهز مباني خاصة بحيث يتم مراجعة كل شيء بكل الملاعب من مبنى بعيد عن كل هاي الملاعب، غرفة مركزية اللي تكون فيها كل التجهيزات التقنية، كل المساحات الممكنة للحكام عشان يكونوا مرتاحين، ويكون فيها أيضا خدمات تقنية عالية ومتوفرة أول بأول. وهذا طبعا مع الوقت زي ما هو متوقع الفار حيصير يتحسن، رغم أنه زي ما بتعرفوا جميعا حتى الآن في حالات استياء منه. بدي أسمع تعليقكم على هاي العقوبة، شايفينها منطقية ولا لا؟ وبدي أياكم طبعا تشتركوا بقناة سيرفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.